الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، وإلى العناوين. خلال الاحتفال بالعيد 70 للشرطة، الرئيس السيسي يكرم أسماء الشهداء وعددا من القيادات، ويؤكد أن إنجازات التنمية لم تكن لتتحقق دون استقرار. شكري ونظيره العماني وقعان 6 مذكرات تفاهم، أبرزها في مجالات المشاورات السياسية والسياحة والتعليم. الأخبار بالتفصيل. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة وضباط وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى 70 لعيد الشرطة، مؤكدا أن الغاية الأسمى هي المحافظة على حفظ الأمن والأمان. وخلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة 70، أثنى الرئيس على دور جهاز الشرطة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في حفظ الأمن والمضي قدما في طريق التنمية. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدا. ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبدا، وأرضها الطيبة تفيض دائما بالخير، وتنجب رجالا يدركون جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن. وإنني من موقع المسؤولية أثمن دورهم الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يمثلون معا الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر، تحية لهم جميعا على بطولاتهم وتضحياتهم، والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي ننشدها لشعبها. وتحية أيضا مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء، ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا. وفيما يخص مواجهة الإرهاب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإنجاز الذي تم في هذا الشأن كان كبيرا، مشيرا إلى أن الثمن الذي دفعه الوطن خلال 7 سنوات الماضية كان كبيرا أيضا بحجم هذا الإنجاز الذي تمثل في بناء مصر القوية. احنا صحيح الإنجاز اللي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان إنجاز كبير قوي، وكمان كان ثمنه كبير قوي. وعشان كده اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا دايما محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر أبنائنا الذين قدموا والذين أصيبوا أيضا في هذه المعركة من أبناء الوطن، من كل أبناء الوطن. وأنا لما بتكلم في النقطة دي وبحاول أن أنا أستدعيها مش كفقرة نقولها في خطاب، لا، كتمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها، أرجو أن احنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش أبدا أن في تمن كبير قوي الدفع خلال 7 سنين اللي فاتوا عشان نصل إلى هذه المرحلة. فاسمحوا لي مرة تانية وثالثة ان احنا نوجه التحية والتقدير والاحترام
وعايز أقول للأسر، الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، احنا مش هننسى ابدا ابدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بابنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل ابنائكم اللي تم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بان احنا هيكون تمن هذه الشهاده وهذه التضحيه هو بناء مصر القويه الجديدة. هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معاكم عشان تبقوا عارفين إن التمن للدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه إن هو تمن لبلد فيها 100 مليون، ال100 مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم. هذا وأشار الرئيس السيسي إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، مطالبا الشعب بالوحدة والتماسك للمحافظة على الثوابت الوطنية التي تتمحور في رفضنا التدخل في شؤون الآخرين وعدم التفريط في حقوق الشعب. ولعلكم تتابعون ما يحدث من خلال مبادرة حياة كريمة التي تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة، ولكن هذا الطريق لن يكون ممهدا دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري. وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا لليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين. هذا هو عهدنا وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها أبدا مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات، ودائما وأبدا وأخيرا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة 70 حرص على تقديم التهنئة للشعب المصري بذكرى ثورة 25 من يناير، مؤكدا أنها عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 من يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. شعب مصر الأبي، إن الطريق ما زال أمامنا طويلا، وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. هذا وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أسماء الشهداء، حيث صدق على منح أسماء الشهداء وساما من الطبقة الأولى، حيث تسلم الأوسمة أسر الشهداء. كما منح الرئيس السيسي عددا من قيادات وضباط الشرطة أنواط الامتياز. أحمد جابر أحمد نصار تتسلم.
استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة، وأكد مدبولي أهمية تلك المشروعات خاصة بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أنها تسهم في جذب العنصر السكاني وفرص الاستثمار والتشغيل، ما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة. من جانبه أشار وزير الإسكان إلى إنشاء وتطوير العديد من المحاور بالمدن الجديدة بإجمالية أطول بلغت 1350 كيلومترا وبتكلفة وصلت 33 مليار جنيه بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وذلك خلال لقائه بالعاصمة العمانية مسقط مع نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد. وخلال اللقاء جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية، كما تم خلال اللقاء بحث تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وما تشهده من طفرة تنموية، إضافة إلى أبرز القضايا العربية والإقليمية. هذا وقد أعرب شكري عن تقديره لما يقدم للجالية المصرية في سلطنة عمان ودور الجالية كجسر للتواصل بين البلدين. وفي إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وسلطنة عمان، عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مشاورات رسمية مع نظيره العماني بدر بورسعيدي، وذلك بحضور وفدي البلدين. وتم خلال جلسة المشاورات التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول سبل دعم آليات العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تم التأكيد على الحرص على العمل معا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية تحقيقا للمصالح المشتركة وتعزيزا لمسيرة العمل العربي. كما عقدت اللجنة المصرية العمانية المشتركة دورتها 15 في مدينة مسقط برئاسة وزيري الخارجية وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين، حيث تم استعراض علاقات التعاون بين القاهرة ومسقط والتأكيد على المضي قدما في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في المجالات كافة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة تحقيقا لتطلعات قيادة البلدين وآمال وطموحات الشعبين الشقيقين. وتوطيدا للعلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر البوسعيدي 6 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين وزارتي الخارجية البلدين حول المشاورات السياسية والإسكان والتنمية الحضرية والإعلام وبرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في المجال القانوني والقضائي، هذا إضافة إلى برنامج تنفيذي في المجال السياحي وآخر بين وزارتي التعليم. هذا وقد عقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر البوسعيدي مؤتمرا صحفيا مشتركا تم خلاله استعراض أهم ما تناولته مباحثات الوزيرين ونتائج الدورة 15 للجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت في مسقط برئاسة وزيري الخارجية، كما تم خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة ومسقط والتطلع لإيجاد آفاق جديدة لتوطيد هذه العلاقات. أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات، وفي اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين رحب مجلس الجامعة العربية بتضامن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة مع الإمارات في مواجهة هذا العدوان الإرهابي. نتابع. بناء على طلب الإمارات انطلقت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، وذلك لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في إمارة أبو ظبي. إن دولة الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة وصواريخ موجهة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدين على أن استمرار استهداف هذه الميليشيا للمدنيين والمناطق المدنية وأصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها
يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيا وعدم احترامها لكافة الشرائع والقيم الإنسانية. تعرب دولة الإمارات عن عميق شكرها للدول العربية التي تضامنت مع وأيدت موقف دولة الإمارات لأدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء. وإذ تدين دولة الإمارات وتستنكر بشدة استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد بأن هذا التصعيد غير القانوني والمقلق هو خطوة أخرى في جهود ميليشيات الحوثي نحو نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات العربية في مواجهة الحادث الإرهابي الغاشم. أود أن أشدد على إدانة مصر بأقوى العبارات لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر الكامل لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها. شددت الجامعة العربية على إدانتها لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيات الحوثي ضد الدول العربية، والدعم الكامل لما تتخذه الإمارات من إجراءات لحماية أمنها القومي. بالشجب والإدانة، أعلن الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية عن رفضه الكامل للهجمات على إمارة أبو ظبي والدعم الكامل لدولة الإمارات في الحفاظ على أمنها القومي. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة وإلى أبرز العناوين. خلال الاحتفال بالعيد 70 للشرطة، الرئيس السيسي يكرم أسماء الشهداء وعددا من القيادات، ويؤكد أن إنجازات التنمية لم تكن لتتحقق دون استقرار. شكري ونظيره العماني وقعان 6 مذكرات تفاهم أبرزها في مجال المشاورات السياسية والسياحة والتعليم. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. نشكر لكم طيب المتابعة. شكرا. شكرا أداء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.